كرسي بقى وعيد الكواد بليه يعني نوتد ولا قرار دورش بيري لوجي الميسو ما قال لي كوه حافظ حافظه قبيان صعب ميسو إن هدي حسب هذا نوع أبورا مرشد القيبيان أو أمضى النحر هي قبيان على ريح شوري هي قرار عدا قدوريو تحسين دورش ما هو بلاي صوت وحريرة أذهم برينا يا عيد مضى دفاع مدنية أي إسكال سحر قامي هب كود قاطي دفاع هي عدو الصوتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرستد وناكسب أي تهاي إن كسو قريب قرا شركة هرمان ترقى له وحاسون وري أن ما كسو قريب قرا ياشا ده هي دبلوماسيين تي سفارة الله كجودة ده قرا عصتي هي دولة قليرو هل يضمر بأدي أدنو ونسون ويري كسو قريب قرا ياشا وحيرتنا هي مرها أنا قال لي ما فدي أنا قال بذلك شكي وايو قف مركو حمصنا نختار بوتا وحا يوم بوشا نختار كدو وامير وقعت هرجة شيب سوا كقرا يا وسكا أخبرا تعلقنا وسكا أخبرا إن مكنا وحابي بديا بيرا عبسوا مركا نقال هدد كي يقاني أخبرا يا وفديا وحا أي نودن مودن سو سارا نبان وفريا كاهاي مركا أنا قلب كارب إيران مايو. حديثنا قال على سوق هذه. أنت أي مسلو أقول هاي. أنا قال دلكين رجع سو صار كراوة إلا سديد. وعالم كأنت بدل لقوا يا بينار دلوك أنت أسلو ذهرين أي هاي سنة. دهوا حكم إذا حالها نور ولا نور تنوع. بدا غلب. بيره. ووقت الروب يدور سبعة وحدين هذين فرعين وواسده وحكم إذا معدن وحكم إذا الشدال وحكم إذا تمرتي على العدة ويمكن أدوك وروتي إنه كذا صار تمرتا وحكم إذا ضبيشي ويرى أودا يتوك بضمله وحا أي مجارك الرصيم كوسع تنا يريدون لذلك أي سمينا يا إن أقوان تنا لقالوا في النو أودا أقوله أو حرف ذلك أدوك ولو في النو سيدرك أن شاركنا هما ولو في أكيري وكله يستودان تام كمطير شقارا بدن وعار كرك شقيه وأقول إسوس عرب إن ورود الأوين هينا هذه نسيه وجه هذا بس لو حرا إن العين كاي خيرات كاي هاي نسيا إنو نقالوا إسوس عروح نوبها ما هي أو سلقوا إن لهرا قرن دول بكرسا dawal ba kadisan oo keenay kara markii hore qaranka dabgelin soo sugan in aan dibada laga soo doorin gudihiisana wixii khilaafaad xalin kara kala dambayn tara furin kara sharciyada furin kara hadii aan qaranka inta furinaya ayna dhisin dawada dhaqaale ay noo qoraan khubaro taah la yeelo tee iyadu is furimayso مر هذا الرأي ولا سأل هل الفرن كرينا دوا شوك هذا الأخرسون هذا الأخرسون شر يشر يشر الرأي يرسير جماس قناه هذا ما أنت سمعنا دوحي كهر مرسلي أو شارك هذا كاف على دوك نوم مرسلي إلى هاي إلى تهاي قرن لما يسترن وحدود سويهين وبده الخلافات كذا هم يحل سوا يربوا أو كان دبين تفرسه أو شرع يقول أنت أو كرسة إلى الدولة أذك أو هفن أو المارك شكرا أو الاعتراف كرا أو لديك رأى أي نوددين صد سنة سوحيني إمكان أن نكتاقن لكن هذا ما أنت وحد عضي إن سومال لأظهر مركا يسمي مثل أياراتي عدو بضن عدو بضن أو كانوا تشودوين لكن كم ضيصا إن أنا السومال هذا بربريان متبدل وكله يهيب أي الصوب هايستي ذلك أنا واحد قليه حارض يعني حارض يعني لو بجله سأدرت مات مدنات واحد ورسا إن لو مدوبو دفاع قرنك أو قرنك هاسو كي قرنك السومال واكي حدويسة أي كتغير السبيين استعمار كأفريقيا أو أوروبا، شو جاي حدودهم كتير،
oo aynu kala sii wadnahay dhammaan afrika konton iyo afar dowladood ee la aqoonsan yahay waayo xuduudeena waxa qeexaya si cad axdiga midowga afrika kaasoo ayagu ixtiraamaan oo ogol yahay sharciyan wixii kaasi ogol yahay shimada qaranka dhexaysa oo la mid ah igad oo afar ka mid ah afrika ay iyaduna aanay dhaafi karin wixii axdiga afrika dhan ku heshiisay suurtagal ma aha in afrika dhan ku dhaqanto xadkii ka tagay isticmaalku soomaalilanda la waa loo diidaya ninka taa ku habboonayaana uu riyoonayaa soomaalilan xaqeeda qofna uga tanaasuli mayso waana ku waajib inay qaranimadeeda xuduudaha afrika la wata oo ahaado mid sugan soomaalilan waxaan u kala qaadaynaa dhibaatooyinka badan ee jira ee xaaladaha dagaalku la soo weeraray ay keeni karaan qaar gudaheena oo soomaaliland gudaheeda ah iyo kuwa cadow ku soo duulay si aynu cadowga isaga dhicino urahela qalanka dhammaystiran dhaqaalaha laga hadlaayo waxa ka soo baxana loo hirgelin karo kuwa caafimaadka la soo hirgelin karo daraad khamiistii waxa iyaguna fadhiyo shirkan oo kalaa qolada xafiiska baarista arrimaha beeraha horumarinta beeraha oo khubro badan oo aqoonyahano aanu maleya doctora wadayhiin oo beeraha ay ka shaqeynayeen muddo oo iyaguna soo dhigay sidii beeraheenna iyo miyaheenna iyo faa'iido looga faa'iidaysan lahaa wax soo looga dhigay oo qurux badan si barnaamijyaas u hirgalaan waan hortantay qaranka soomaalida suba ka labaad ee cadowga soo fiirinaya haddii ay la noqotay inay soomaaliland fuudahay la weeraraa waa in abaalkii laga waraabiyaa lana ogolaanitaa ka inala soo fiiriyo kaasi waxaynu ku helaynaa marka aynu inagu xasaradaha gudaheena ah ka waantowno waxyaalaha ku dhacaan waxaan ognahay waxa inagu soo noqnoqdaan muddooda iminka dee ayar jirtay soddon iyo dhowr sanoo soomaaliland jirtay dagaalo iyo murano madhareysa oo dhul ku saabsan oo dagaalo iyo dhimasho iyo dhaawac iyo waqti iyo hadibo keena aan loo baahnayn lagana maarmi karaayay waxaynu ku ayar ognahay maalin walba baloon la dego 10 mitr ama 20 mitr nura intaad nagaa dhinto qori laysu qaato magaalo kasta dhul ilaahay oo distoorkeenu waa dhulka waa la wada leeyahay dowladda dhexaana ka mas-uulahay kasaku in la ysku lahayo barkeed cabirkeedu yahay 10 mitr oo dad ku dhinto oo colaada ka dhacaan in la garan waayo waxa qof meel maraya loo dilay oo la odhanayo waa aana aar oo 10 sano ka hor ayaa ninkaasi ama ciddaasi ka kaanaga dishay oo kii wax dilay gacan ku dhiraa maaha waxa la odhanaya xaafadda ninka ugu mudan waa kuma caalim aqoonyahan talaqabeed entrepreneur ama baacmuter ayaan raadsanay waa cudur soomaali oo laba inala qabto inagu gaar maaha laakiin inagu inaynu ka talaabo horeyno oynu taa ka waantoonaynu xasilino weyn haddana xurgufaha dhexdeeda ah soomaaliyaadu dhan baa sheegaya xadkeeda soomaaliyaadu waaye arag bay rudeen wax dhiso in badan bay dhexdeeda dagaal isku ka dhaceen in badan baa meel la isku qabsaday la kala furdaamayey maadaama aynu khibradda u leenahay waa ku filannahay waxaynu se hubinaynaa khilaafaadka gudaheenna ma cadowga badan ee uu soo tashaday baa gacan nagula jira uu ka degilaa yahay hadday taas jirto waanu ka midoonaa gacanta cadowga inaynu ka saarno dabeetana soomaaliland wixeeda iyadu sida waxaanu jirtay u wada xiriirto shirka intaa ku darsanaya waa intaa haddii aynu taa si midaysan uga wada hortagno oo aynu wadadaa raacno in gudaheennana sidii loo xali jiray loo xaliyo kuwa jirana dhaqsa loo dhammeeyo cadowga qaranimada soomaaliyeed ka dhantaalayana ka midowno waxay ila tahay isbacnuta dib uu luqaya si gaara cadowyada badan ee soomaaliland waxaan u soo qaadanayaa maamulka puntland oo aada u fadla dheer inuu soomaaliland dalballaarsi dhul kaga qaato ha beeraysan ah waxay ila tahay waa isuranahay puntland inay soomaaliland dhulka qaadi karta iyo kale waa isuranahay waxba taa imanka halkaa u dhaafi maayo waxaa la mid ah xildhibaanada qaar kiinaya oo kiinaya xildhibaan u ah siyaasi u ah oo wax la qaybsan 80 qurumood oo kala afa oo kala diina wax la wadaaga
هذا الدب كان يحشد عليها سومالي لاند قبل كمدة أمدك بكمدة أغلى عين كاسي كأنه أكبر كرو كان إرجعينا كنا ورجعنا معه وحرية له هو عدو سومالي لاند هل كان كيسو دوري دولة كينيا أرم حلو ونكسب لها الله هل كان لو تشوف السفارة دي سفير بحاول تنط ولا سومالي عوضي وهذا مرة كذا سومالي أيوه وأيك تشوفان إن كنا وسديت كن أشا قاري وددك سمال لازم نروح شغال لازم هنا عيدا كبديه وانا جيوا رتين ولا حيصه وحنوت الواب الناس صرت قر معها الحنينة بارلمانكا هي حيل قرر هي أي سمال لازم طبقة نشلان لا رب لك رمها وحلا ميا الدولة هم شارك أنا هاي طول با وددك السفر قريب سمال هذا كان واحد مصورنا يا واحد مهرنا واحد هرام مرة مركن الله بضع قديم قديم يعده ويسك دافع عنه وهم هذه أروح بريمية ضمان شعب كسومالي الآن آن حكومة حلوين قلت يدي بدها تشوين مية يوم قالها تشوين سيدا وطن النمضة النفوريتة النف يوم مال إذا ما ذكرنا كم قدرت هجيم بانكو بريمية وأنا تسومالي هذا كسوع على ما شقنا خلصته وطن القرار الله فيني كوير كرو وطن عارف ما تكوير كرو واتر ورشة كل ذكره واتر أي مشكلة قرأت قبل ذكر وحنا خضر يا وحنا يرى أذهم برينا يا عيد مضى دفاع مدنية أما سب الفاس أي إسكال سحر قامي هب كود قاطي أي جو أم تدورين نفردة دفاع أيه تيجا مدى عدو أصو قوتي أيه هذا ما حدث قبل هذا كيف وقت قرأ وحكوا شبا إن إذا ماذا سيبل الفنسك ما إذا ماذا دفاعي بشوين كوذا إسحر قامي أي تاغيرو إيو ورانتنمو إيسكرا تاغيرو رموشيا قد فيقودن بينا ارتاكيتي يا حوي نمول أو سومالي لاد أقول سر حدوده يقرر مدى نبات بانو فدري ناوي حنا قد حيانا حضر بانو رمائنا نقوله سومال لا دين بربرية دوري أما حد كذا ينكر تشرتر دوري تقال بان غير حي أنت هتأسس كذا كذا قلبك يقول ده بيا وحوي سياسة سومال لا سياسة سومال لا وضل تلو ذاك وضل مشارك سنة بتكون حلستة حزبية قرب بري دور شو يكيب أصلا تضمن وزارة صلاة دور شو يكيب حن قربنا horta mid baan islaam wasan doorashada waxa ka mid tahay caalamka doorashooyinka laga galay kuwa ugu qaarisan marka loo qaybiyo dadka codeeyay iyo kharashka baa inaga aad ugu qaarisan laba doorashooyinka waxa ku rabnaa inay qabyaalada laga saaraan inaan dowlad oo fog ku dhisanno in qof iyo aqoontii loo socdo in dal kale wada dego in sharciga loo hoggaansamo ninka awood leh iyo ka aan awood lahayn kada qaraha leh iyo kan dhaqaalaha lahayd in sharciga loo seenaado oo cidna sharci garan marin cidna uu qabsana way u ogalay doorashooyinka taasan u tartana oo xisbiyada doonaya taasan ku dheereeya taasan ku dheereeya iyo taasan qabanaya iyo taas ka soo bixi weeyday laakiin haddii xisbiyadu noo abuuraan bulshada iyo qaybiya oo hab qabaliya oo aan la xishoori oo mikrofoonka sidoo taagayo oo ummada naxri iyo qabyaalad iyo curaad cod laga doorayo taasna doorasho ma aha waa balaay soo socota dadka shacabka Soomaalida waxa uu sheegayaa iyo siyaasiinta wax ka doonayaa xisbiyadaba in hab qaranimo ah loo doono boosaska siyaasiga loo tartamo in dadka qaranimo iyo walaaltinimo iyo isku bedel horumar laga hadlo tii waa xaalad diiniyad iyo sharciiga iyo dadnimadaba in weyno inta fagaalay dadka naxri iyo qabyaalad iyo waa wax lagu hadlayo maqashaad iyo baro walba ee haba walba TV-da ka baxa temer nomodaysu waan inaga bixiraada qolo qolana doorasho meel lagu geeymayso waa anaga la soconmayso magaalada koox xafad habdo qabyan soconmayso dadka la soo doortay xeerka loo dhiibo oo inta badan si qabliye loo soo doortaa waa arintaas waa dhibaatooyinka ay ka mid tahay ee naaysta waxaan ku darayaa inta in doorashadu ay noo horseedaan walaaltinu tartan xalaala oo dadku ay tahay qarakan ku dhisan yeynaan u dudin kursi baa waayay dalka waa dubinaya yeynaan u dudin ka joogay kamid ayna si fadhiye maayo kila doortay meel kasta fadhiya ka si fadhiye maayo doorashada ay maraysaa waa in diyaar loo noqdo in doorasho la galo
لا ترتمو سن نبادا لو كره هلو دسرق لك هلو سنو تاسينا هو مبدأ أقوله إنه مير فقاره إنه إنه شلن كان أما لقارة أما نبذجريو أما بيرا إنه كهذا إنه فقار كرو صدق هذا قلت فدي ناس يحوا ولا ريال وحيلتها يعني واحدة نجح ماريان ركوا واحد كيسو كم يصدق هذا على جوانته طور شق على النماء وقبيله فلسطين طور شق عند تكمل قدم قريدي لا ترتبوا هاي حرارة لا ترتبوا مذحوين ماير برلمان كلا ترتبوا لبا بده هنا وسألوا حد يشري خلافات كأنه ويشري عبدالله يقول لهم إنه وراثين ما أنا إنه ذلك قوة ذلك صدق قرن كأنه هنا ويسمون هنا أول مرة عدوا ولا إنه سكعر إنه إنه ولا قرن لو سمي هو شرع وضد كبر الحياة وأنا ولا شرع لو سمي هنا إنه نقارسين كرو هذه الدوامات.